نبلش هاي الحلقه وانا عم بتحلف لدينا هلس، لانه دينا هلس اذا بتتذكروا بحلقه يوم السبت تبرعت ان هي تطبخ. فانا اليوم بدي اتستت يا اختي اتستتي واتامر اورجيكي اليوم. اظن حلقه امبارح انت وبندر ما رح تمرق عادي، ما رح تمرق. رجعت حضرتها لقيت حالي لا كثير مظلومه كنت صح زي دينا. طيب فاليوم بدنا نرحب اول شيء بكل حدا عم بيحضرنا اليوم بحلقتنا، حلقه جديده من بهار ونار. بس اليوم الحلقه عن جد مميزه، دينا رح تطبخ ربع الحلقه والباقي انا رح اطبخه. بس اليوم دينا ماخذي وصفه، معلش لو سمحتي لازم اجيبها. ماشي الورقه هاتي يعني. اسمعي هاي بلاها بضيع والله، لازم تخليها والله يا انتي. حتى الشرح كتبت لها اياه، حتى الشرح يعني لهي الدرجه مفصل. انت لو تشوفي كم تليفون من امبارح واليوم الصبح، كم حدا شغلت معي، ماما عم تكتب لي، ببعث لمروه بسالك انت. طبعا من امبارح من التليفون ما أغراض. لا حتى الشرح كتبت لها اياه. فمروه لو سمحتي على السريع سمي المقادير، مقادير مندي بالفرن على طريقه مدينة بالضبط 100%. اسمعي اقول لك انا ليه اخترت اني اعمل مندي. لازم تعرف هلا في شغله لازم تعرفوها عنا، انه احنا عيله شفات. انتي انا كلها بتطبخ، انتي انا يعني ما تاخذوني مقياس. بس جد ماما وخالاتي معروف اكلاتهم قد ايه، كثير 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 ذكيين عن جد، اوجه لهم تحيه كثير كبيره. كل حدا بدوق اكلهم مش يعني بقول عن جد انه اكلهم كثير مميز. هلا طريقه المندي ما بعرف اذا هي الطريقه اللي يعني المتعارف عليها او اللي بيعملوها دائما، بس عن جد بالنسبه لي اذكى طريقه. اول شيء رجعي لي هالورقه لانه بلاها شفتيني هلا سكن. اليوم انا الشيف لو سمحتوا، اذا انت بدك تنتقمي انا بدي انتقم بطريقتي. لا, لا 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 حبيبتي، اول شيء طالعه وانت لابسه هيك المريول قمر احمر لابقلك. اعتقد انمار بحضرنا، اعتقد اليوم حماتها بتحضرنا لدينا، الكل بستنى، واعتقد ان والدتها وخالاتها وكل قرايبها بحضروها. فدينا رح تبدع. 100% رح ابدع اليوم. يعني انا عملت طبخه جاهزه عشان قلقت شوي، بس لا رح تمشي امورك. قد خايفه زي اللي بتطبخ بس بتجيب جاهز احتياطا وبتقول الا طبخته. طب خلينا نبلش وشوفي عاد. انا بعرف بدك تنتقمي مني على اللي صار امبارح، بس ان شاء الله اني انا رح اكون قدها، ما رح اسمح لك تنتقمي. دينا خلص احنا اليوم قررنا نعمل سلام. أوكي. سلام مع انفسنا. انا موافقه اليوم يكون سلام اصلا، يعني من حظي تطبخي. ديري بالك من حظي اليوم يكون سلام. طيب الناس اللي بيحضرونا على صفحاتنا على سريع على الفيسبوك، بدكم تعملوا شير للحلقه وكومنت ولايك، وبدي تسالوها لدينا، اقول لكم غرقوها اسئله. بدي كل الاسئله الطبخ بالذات عن المندي اللي ممكن تخطر على بالكم. بالله عليكم اليوم بدنا حلقه هيك خارج عن المألوف. انا بتعرفي اللي بيقولوا حافظ مش فاهم، انا جاي حافظه، فاي سؤال خارج المنهاج مش حابه اجاوب عليه. بدي هلا اسئله لدينا. كل الاسئله اللي بتخطر على بالكم اسالوها لدينا. بس بعد ما تخلص دينا وصفه المندي، بس هي عملت لكم وصفه مندي بالفرن بتجنن. بسيبكم من المزح، انا بعد هيك رح اعمل لكم هاي الكيكه. اسمعي طلعي القالب، ما احلى القالب عن جد. طلعي ما احلى القالب بجنن. هاي كيكه بهارات بالتمر والجوز بتجنن. بقالب كيكه كثير بجنن، رح احكي لكم عنه اكثر. ورح نعمل سلطه البوملي لانه هلا وقتها، واحنا ولا مره عملناها، فما بدنا يروح موسم البوملي واحنا مش عاملينها. فحلقتنا اليوم رح تكون عن جد فيها هيك منافسه، وفيها اسئله، وفيها اختلاف ادوار بالنص. بالضبط، نتبادل الادوار، بدنا نرجع كل واحد محله. فخلينا هيك بالبدايه عدي للثلاثه، خلينا ناخذ الوصفه. يلا ناخذ الوصفه. حبيت انه مروه كتبت الوصفه مندي وصفه والده دينا. دجاجتين من العز، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من الهيل، معلقه كبيره من بهار المندي، معلقه صغيره من ملح الكسيح، وعصير ليمون وزيت زيتون. اما للرز رح نحتاج 4 أكواب من رز تايجر البسمتي، اكيد 4 حبات من البندوره المقشره، فلفل مفروم، سن ثوم مهروس، مغلف مرق دجاج، 4 معالق صغيره من ملح الكسيح، ومعلقه صغيره من القرفه وزيت زيتون. وكمان رح نحتاج معلقة كبيرة من بهار المندي، 5 أكواب من المي السخنة، وللصوص رح نحتاج بصل صغيرة مفرومة، 6 حبات من البندورة، وحبة فلفل أخضر حار، ومعلقة صغيرة من ملح الكسيح، وعنا سن ثوم مهروس، ومعلقة كبيرة من الهيل، ومعلقة كبيرة من القرفة، ومعلقة كبيرة من مرق الدجاج، وكتبت لنا مجلد بالوصفة. والله لو انك داخل مسابقه كتابه وسط، ما هو هيك. عشان تعرفي ان بحاول انافسك بكل شيء. قلت كمان قريبا شكلي رح اعمل كتاب طبخ.
طولي بالك. فاستنوني هيك هسه هلا بلشتي كثير متشجعه يعني ما صار لك بالقصر غير هلا. 100% مش امبارح هلا. هلا هلا لسه ما بلشتي اصلا. على كل حال جبنا احنا اول شيء هالجاجتين جبتهم منظفين، نظفتهم اكيد بملح وليمون وكل شيء امورهم تمام. بضل علينا نحط عليهم البهارات. هلا يفضل بالمندي تحديدا انه نتركهم فتره قبل، يعني يا بتعمليهم الصبح بكير او قبل بيوم تنقعيهم بهاي الخلطه زي ما حضرتك دائما بتحكي لي انه بيطري الدجاج وبيعطينا نكهه كثير قويه. صح. اول شيء بدنا نحط على هدول الدجاجتين المنظفين. انت رح لا 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 تقرب من لا مهم الورق اوعك بضيع بلا والله. لا مش تبعي عندي هيك حاطه على المقادير. خلينا نروح على الوصفه. لا لا خلص الوصفه حفظيتها انا بس بدي مقادير. طب خلينا نقرا هون المقادير كلياتها 4 كاسات. المهم مش كاتبه. شو مش كاتبه؟ ايش لازم تحطي اول شيء؟ هي جوجتين معلقتين كركم. راح تحطي معلقه هيل. معلقه حصه شو محمد بقول لي؟ طيب عصير ليمونه لا تنسي. هاي معلقه هيل حطينا، معلقتين كركم، معلقه هيل، عصير ليمونه. ايون كتري كتري. لا يا هيثم مش لهالدرجة. ما تحاولوا تخربطوني. شو كمان؟ معلقة من الملح. حطي معلقة كبيرة لأنهم دجاجتين لو سمحتي. اوكي. ومعلقة من الفلفل الأسود وملحاتنا أكيد يا جماعة، وبتعرفوا أنتم الملحات عندنا والفلفل الأسود وكل منتجات الكسيح من المنتجات الكسيح المحلية أكيد بتلاقوها متوفرة بكل مكان. بدك تحطي شوية زيت ما تنسي يا دينا. أكيد. هيك ماما كاتبه ولا هي من عندك؟ لا والله العظيم عم بقرا وصفتها هيها. طب اسمعي اسمعي انا جبت زيت زيتون. ما هي كاتبه لو سمحتي زيت زيتون شويه. زيت زيتون شويه زيت زيتون عشان طبعا ينخلطوا هدول. جبت زيت زيتون تبعي عشان ما اتحمل جمايل بتعرفي هون موضوع زيت زيتون. منك طلب؟ لا ليش بس شوي؟ لا منيح الزيت زاكي عشان كمان ينخلطوا منيح. برافو هيك بدي اياك. اسالي سؤال. اسالي اي سؤال بدك اياه اساليني انا جاهزه. هلا هن بس بلشوا يقولوا لي بنحبك شيف امتياز. ليش وانا شكله مو عاجبكم اللي عم بعمله لهلا؟ بيقولوا لك اعملي كبه بطاطا. انا؟ هن صراحه بيقولوا لي بس انت هلا الشيف. خلص ان شاء الله متى انا المره الجاي يوم الاثنين الجاي انا بعمل لكم. طب والله تشجعوها لدينا يعني. لا حرام احنا هيك حبينا نغير شوي مود نورجيكم كيف لما هي تطبخ. هي نفسها بالاكل كثير زاكي يعني. حطوا المزح على جنب. عن جد. هي ثالث مره احكي حطوا المزح على جنب. حطوا المزح على جنب بس هي بتمزح بس انتم حطوه على جنب. اوكي هيك احنا ايش عملنا يا شيف؟ لا هي الوصفه خلصت بتعرفي لانه هي خلصت. هي وصفه مندي بالفرن. فبقول لدينا ليه مش جاي بجهز انا امتياز بدها ساعه. فانا من امبارح اخذت نفس حطيت جزء بالفرن عشان اذا ما جهزت. اذا ما جهزت لا ان شاء الله بتجهز وبفرجيك انه انا ايش. كاتي بتقول لك منوره يا شيف دينا. يا والله بلشنا. عبير بتقول مسائك ورد. اوكي اعطوها اعطوها بدي كلام هيك اطراء ومحبه اسمعي انا اذا كمان شو كمان هيك تعليقين ايجابيين المره الجايه مش رح ارضى ارجع هناك. فديري بالك ما تحكي كثير ما تكبري راسي. ما اسمع اقول لك شغله. لهلا انا مو غيرانه بنشوف كمان شوي ايش بصير. لهلا مو غيرانه صح؟ لا لا بس نشوف النتيجه بنعرف. طب كيف انت بتصفي الرز؟ والله جميله عم بتقول صباح الخير شوف امتياز. وانا وشف دينا وشف دينا عبيل خلايلي بتقول منوره شف امتياز قسما بالله. ماشي ماشي يا جماعة. أوكي هلا هلا ببلشوا. خدي هالمصفاية الحلوة إذا بدك نصفي يعني طبعا. عادي بتقدري أمورك تمام وترجعي تحكي لهم بالضبط كيف تبلتي الجاج. أنا بعدلكم دينا هلا جابت دجاجتين من العز مقطعين نضاف. وأرجع أذكركم من العز إن هن 145 فرع حول المملكة أو بتقدروا تاخذوا عن طريق الأبلكيشن اللي هلا نزل على الشاشة. شو ما كان نوع تليفونكم بس بتنزلوه بتوصوا الدجاج ووصلكم خلال نص ساعة. حلو. الحلو بالعز دائما عندهم خصومات وعندهم كل أفكار الدجاج اللي ممكن تتخيلوها وهن الشركة الوحيدة بالأردن اللي عندهم هاي الأفكار. فدائما مع العز خليكم تمام. هلا ثاني شغله بدنا نحكي لهم على السريع بدي ارجع اقرا لانك انت رح تقرا فرح اقرا عنك. طيب. اخذتي دجاجتين مقطعين وبعدين انت مقطعتيهم بالسكينه مشرحيتهم بالسكينه مشرحيتهم منيح عشان تدخل النكهه ويستووا اسرع. حطت عليهم كركم وهيل وعصير ليمون وملح وفلفل اسود وبهارات مندي وزيت زيتون. على فكره الوصفه من والده دينا عشان والده دينا كثير معروفه بالطبخ والله عن جد كثير معروفه في الطبخ. والله اسمعي ماما وخالاتي بتروحي مثلا اذا خالتي عامله مندي بالضبط زي كاني عم باكله بالبيت بتروحي بالعيد مثلا يعني بيلتزموا بالمقادير بحذافيرها. بتروحي بالعيد بتاكلي كعك ومعمول نفسه يعني ولا كانك زرتي بيت جديد فكل شيء بيشبهوا بعض فيه. طب شوف ام محمد بتقول لك جد مهضومه وراح يطلع مندي غير شكل بس صح. بالمقابل كليات عبيل خلايلي بتقول لك شوف دينا منور الكون كله يا عسوله. خلص ما رح ارجع محلي بوعدكم. بتقول يسعد صباحك يا شيف امتياز. بعدين كاتبه افضل واروع والله
حبيباتي ما عم تشتري اياكم. لا والله شوفي شوفي خلص خلص بوعدكم بوصفات ما صارت. بوعدكم من اليوم. اسمعي بس حسب خبرتك عندي سؤال، هدول اربع كاسات؟ هدول اربع كاسات. اوكي طيب الاربع كل كاسات كاسة بدها معلقة ملح صغيرة، فوالدتك معطيتهم المقادير صح بدها بالزبط. كل كاسة بدها معلقة ملح صغيرة. هلا على الرز بنحط عليه اربع حبات بندورة بالضبط مقطعين، هم مقشرين ومقطعين او مبروشين يعني بيكونوا تمام. شو كمان حطينا؟ فلفل اخضر حار. هدول تنتين رح احط نصهم عشان اسكى شيء بالمندي انه يكون حار. اسمعي عن جد رح تحبوا هاي الطريقه، يعني ما بعرف اذا هي الطريقه صراحه التقليدية. انا مصوريتها ونزلتها على السوشيال ميديا بس بعملها بطريقه شوي مختلفه. طيب حطي بصل صغيره مفرومه بصل صغيره مش كل هدول مش كل هدول اكيد هيك. وبدك تحطي لك سن ثوم مهروس، وهي سن ثوم مهروس. وبدنا نحط يا ستي العزيزه مكعب مرق دجاج. والله والدتها انا بقرا عن والدتها. بس عارف اي وعده. لا اللي بصير بهذا البرنامج شكرا لك انك عم تساعدي. انا توقعت تنتقمي بس طلعت يعني ما شاء الله. مكعب مرق دجاج، اربع معالق صغار من الملح يعني معلقتين كبار يا دينا. اوكي امزع المرقه. لا هي بضيع والله ما بخلص الحلقه. معلقه صغيره من القرفه. اوكي ومعلقه اكل بهارات. استني شوي انت بتفكريني زيك بدي هي القرفه معلقه صغيره. شمي لا لا اكيد هي وايش كمان بهالمندي صح؟ كثير كثير من هاي يعني من هذا المنبر اللي انا قاعده عليه بقول اني بحب دينا هالسنه صح. وانا كمان والله يعني اسمع في يعني بضل اقول لو انا وياها مخلوقين وعايشين بنفس البيت ما في هذا الشيء اللي بيني وبينها. لا 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 مو عادي مو عادي يعني باربع او خمس سنين تفوقنا على نفسنا. يعني الحمد لله. طيب معلقه اكل بهارات مندي كبيره هاي هاي وهيك خلصت. بدك تحطي المي. هلا المي شوفي هلا احنا بنعرف انه كل لا استنى رامي قبل الفاصل لازم اقرا لها هذا التعليق من منال. منال لعموش اسمع اسمع الحلقه فيها حماس مشاهدات عاليه بس حمسوني حمسوني شيروا الحلقه اكثر وخليها تجيب مشاهدات اكثر. اليوم دينا عم تطبخ لنا المندي على طريقه والدتها. هلا رح ناخذ منك رقم والدتك نسمع طريقتها عن جد. اوكي اوكي مروه هلا بناخذ رقم والدتها عشان نحكي معها. بس شو عم بتقول لك منال يا ستي العزيزه؟ والله العظيم بموت فيها دينا. كيف هي شاف يسعد قلبها ما احلى ضحكتها. مسكاكم. شوفي انا احسن منك بقرا التعليقات اللطيفه. مره جاي خروف محشي. شفت الحمار مروه امسكي على هذا. لا 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 لا, لا بمزح بمزح لازم اجربه بالبيت اول هذا مش سهل. ليفون شاهد اول، هيثم شاهد تنين، انا منى واسيا نص شاهد شاهد يعني وانا وهي كل اللي بحضرونا. لا لا مش خروف محشي كمان يعني انتوا يعني بعمل المره الجايه كيكه. طيب والله ببعثوا لك كلام كثير حلو والله انتم اللي بتحضرونا. انا بعرف انه ايام بنطلع عن فكره البرنامج انه طبخ بس بالنهايه هو بتطلع معنا افكار بالطبخ. المندي اليوم اللي عم تعمله دينا عن جد على طريقه والدها والدتها بجنن. واحنا بنحب كثير نغير الجو العام بالضبط. بنحب نكون مختلفين. بالضبط بنحب نكون مختلفين. كانت فكره بهار ونار دائما دينا بتتذكري لما صارت نكون مش برنامج طبخ بل برنامج طبخ اجتماعي ثقافي صح. يكون يومي حياتي 100% 100%. طيب احنا حطينا الرزات بالصينيه رح افرجيكم هلا. بنقدر احنا نحط بصينيه عاديه بنحط فوقيها قصدير ورق زبده وبنحط الدجاجات بنخزقها بنرجع بنغطيها. بس انا هاي الصينيه شوي هيك طريقتها مختلفه وبتسهل علي شوي. بس خلينا نحط المي قبل. بايش اختي اعير المي؟ والله انه اللي بيحضرونا حبايب القلب. لا لا لا, لا. طيب انت خلص بدنا نعتمد على نظرك. عسولي امتياز. تقولي لي قد ايه تعلمت اطبخ ليش منكم؟ كلمه تعلمت اطبخ منكم ليش؟ ليش يا جماعه؟ منكم ما شفتي؟ يعني يعني انا الي دور الي دور على فكره. هلا بعملهمش الكيكه الحلوه هاي طلعي لسه ما زينت على فكره. ركزي معي عادي يعني انا عم بعمل مندي جاي تقولي لي كيك مش كيك. دينا هلا بدي احط خمس كاسات مي. طيب كيف احط خمس كاسات؟ اعطيني خمسه اعطيني كاسات قصدي اشوف قد ايه مقدار هدول. استني هلا بعير لك اياهم هون ارياح يعني الواحد محتاج مساعدتك باشياء. خلص تفضل. ايوه يعني لتر وكوب من المي المغليه يا جماعه رح تحطهم دينا هلسه فوق المندي. وبعدين رح تحطي ورق فويل ناولك ورق. لا اسمع هي في شبك هذه لهي الصينيه عندك شبك؟ عشان هيك انا حبيتها. واسمع أوكي. بالنسبه للرز هلا ليه احنا حطينا خمس كاسات؟ عاده بنحط احنا كاسه ونص لكل كاسه احنا حاطين اربع كاسات صح. بس لانه في بندوره في بصل وفي المي اللي رح ينزل مزبوط رح تنزل من الدجاج هذا كله رح ينزل. شوفي هي قد ايه بتسهل الصينيه بتحطيها فوق تمام وبس بنحط الدجاجات فوق ال والله الك معجبين يا دينا هلسه عشان تعرفي شوفي كيف الغيره بتطلع. 100% حاليا انا هيك عم متاثره. بلشت تتغاد ديروا بالكم بلشت تتغاد قبل الفاصل يا رامي.
أميرة عم بيقول كل ما أحضر فيديوهاتكم تعجبني الطبخة ببعتها لأمي عشان تعمل إياها، بس المهم بتعمل؟ بتعمل؟ هذا المهم. اسمعي كثير في ناس بيقولك إنه أمي طول نهارها على برامج الطبخ وهيك وبالآخر ما بتعمل ولا إشي منهم، فخبرونا إذا بيعملوا ولا ما بيعملوا. والله أم عون عم بتقول يسلموا إيديها مامتك، شكله رح يطلع زاكي ومختلف. اسمعوا لازم تجربوه لأنه عن جد زاكي. أم علي بتعرف شو بتقول لي؟ لازم أحكي الإشياء الإيجابية والسلبية. بتقولي امتياز ما بتتعبي من كثر ما بتحكي. هذا إيجابي ولا سلبي فكرك؟ سلبي طبعاً. يعني طريقة الحكي مبينة. طيب حلو. هي أنا شوفي هيك قد إيه سهلة، خلصت الطبخة. صارت جاهزة. رح نغطيها. أنا بحب أحط ورقة زبدة. ورقة زبدة بعدين أسكرها بالفويل، بعدين بنحطها بالفرن تقريباً ساعة بتاخذ، ما بدها كتير. ولازم يعني يفضل يكونوا الدجاجات حجمهم صغير لأنه زي ما قلنا بيستووا شوي على البخار يعني. أنت جايبيتهم فروج صح؟ بالضبط. وبشرحين كتير منيح عشان إنه برضو يستووا أكثر وتفوت فيهم منك. هيك بنحط طبقة ورق زبدة شوي كبيرة. طيب دينا وانت عم تعملي فيها بتقدري تعدي لهم ايش عملتي لكل حدا بيحضرنا بعدين بنحطها بالفرن؟ اوكي تمام. احنا تبلنا الدجاجات بعد ما تنظفوا على السريع احكيهم، حطينا عليهم كركم، حطينا عليهم شكرا العصير ليمونه، ملح وفلفل اسود، وحطينا بهار مندي وزيت زيتون، تبلناهم وتركناهم. بتقدروا تعملوهم على البكير وتتركوهم على جنب لحتى ياخذوا نكهه اكثر. بالنسبه للرز، 4 كاسات رز احنا حطينا عليهم تقريبا 4 حبات بندوره كبار مقشرين ومبشورين، حطينا فلفل اخضر حار حبه، بصل صغيره مفرومه، سنتون مهروس ومغلف مرق دجاج كمان، معلقتين كبار ملح، قرفه، زيت زيتون كمان، وبهار المندي اكيد، وحطينا عليهم المي وحطيناهم بالصينيه. هلا رح يفوتوا على الفرن تقريبا ساعة وبعد شوي رح اعمل لكم الصوص، فخليكم متابعينا. اذكى شيء بتاكليه تحت ايد امك ايش؟ انا كثير 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 كل شيء بحب، المندي عن جد مفضل عندي عشان هيك قررت اني اعمله. طيب اليوم بعد الفاصل رح ارن التليفون على مام دي، هي ما بتعرف كانت لا هي متفاجئه على الهواء، رح ارن على مام دينا نسمع منها هي اكثر. فاصل وراجعين. اهلا وسهلا فيكم، بتمنى انه هاي الحلقه تكون هيك حلقه خفيفه لطيفه عليكم بوصفات دينا. اليوم والده دينا معنا، يعني هي معنا على الورقه ومعنا بالروح وبالقلب. بدي ارجع اذكركم كل الناس عم بيحضرونا على صفحاتنا على مان تي في اوفيشال، كمان على صفحتي، تشيروا الحلقه قد ما بتقدروا، وكل كلمه حابين توصلوها لدينا او كل معلومه حابين تسالوها، بالذات دينا خبيره بالمندي. انا خبيره مندي بعرف. بدك تقولي لي؟ لا بدون ما احكي واضح على وجهي مكتوب هون مندي. مكتوب مندي. هون ملكة مندي. المندي. ملكة مندي بالفرن. 100%. طب والله بنذكر الوصفة عيديها. على فكرة خلص بعد ما عملها أول مرة خلص بتذكر. طب عيدي. لا هو أنا عملتها قبل بس كثير زمان. شوفي جبنا هالدجاجات. أيوة. دجاجتين حاولوا يكونوا صغار، اقسموهم بالنص. شرحوهم منيح، طبعا أكيد نطفوهم ملح وليمون وكل هاي الأمور، بعدين بنحط معلقتين كركم، معلقة هيل، مغلف مرق دجاج، بهار مندي، الورقة جنبك، توم. لا بحاول اعتمد على ذكائي. لا بدون توم، ما في توم. ايش كمان؟ عصير ليمونه، فلفل اسود وملح اكيد، وبس، وزيت زيتون. بهرناهم، يفضل تعملوهم قبل بيوم مثلا او الصبح بكير، تتركوهم تنقعوهم عشان ياخذوا النكهه منيح وعشان يكونوا اطرى، وبس تتركوهم على جنب. نيجي على الرز. انا عملت 4 كاسات رز. طبعا اكيد رز مندي او رز بسمتي اكيد احنا استعملناه اليوم. لا ما تغش انت، قلتي بعتمد على ايش حسيت؟ واضح انها ايش حسيت؟ لا ادبي ولا علمي. لا هو على دورنا ما كان في اي تي، ولا كان اكيد رحت اي تي، بس لا انا ادبي بس مع الوقت. مخرج رامي عم بسالها انت علمي ولا ادبي، لانه واضح لهاي ولا هاي. مش لا انا اللي حكيت رامي. لا فاهمه ولا حافظه، انا جاي بقول انا الحافظ مش فاهم، طلعت لا حافظه ولا فاهمه. المهم ست الرزات جبنا. أيوة الرزات، نرجع الرزات. جبنا بندوره مقشره ومبشوره وحطيناها عليها. صح. جبنا فلفل حار، فلفل اخضر حار، ملح اكيد وفلفل، وحطينا بهار. بهار المندي، وحطينا قرفه اوكي، وحطينا هيل، بصل. حكينا البصل والثوم. شو كمان؟ هاتي ورقه بالله عليك اللي بضيع بلاها. المهم حطيناها بالصينيه وحطينا الدجاج، سكرنا عليهم، حطيناها بالفرن بدهم تقريبا ساعه. قد ايه حطينا حراره بما اني انا اعتمدت عليك؟ احنا حطينا 200 عشان يكون الفرن شوي حامي عشان تجهز خلال ساعه، وعشان ما بتحتاج اكثر، بس رفعنا الشبك شوي.
اوكي حلو، رفعنا الشبكه شوي عشان ما تنحرق كمان، يعني يضل الرز هيك يستوي على رواق. حلو، نيجي للصوص. هلا الناس بحبوا يعملوا مع المندي الدقوس اللي هو البارد، هلا احنا شوي بنعمله اللي على النار، بس كثير 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 زاكي، كثير زاكي. طلع لا لا لازم نعمله هلا، بدي اعمل كيك بعد. لا 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 في شيء فاصل، لسه في كيكه، في كيكه وفي سلطه. على فكره من لحق الحلقه من لحق، انت كثير شاطره. لا اسمع بس، هو ما بده وقت، دقيقه واحده بيكون خلص. هو بالضبط ما بده وقت. على السريع رح نحط زيت زيتون اللي جبته انا، عشان اذا السيد شيف بندر بحضرنا. بس بدي اقول لك بندر بحضرنا، واحنا اصلا سارقين زيتاته من امبارح، يعني كانت تقدري تاخذي وقت. قلت اليوم لا خلص بلاش، يعني كثير هيك امبارح واليوم. طيب حط شويه زيت زيتون. بلشي بزيت الزيتون، ولازم احكي لكم الارز تايجر البسمتي. لما سالتوني عن وصفه اللي عملت لكم اياها المسلفن اللي ضربت الدنيا، على فكره الوصفه طلعت ترند، هي اصلا وصفه من اهلنا بغزه عمرها 15-20 سنه، بس انا لما عملتها وضاجت علي الدنيا فجاه، او حرب تقريبا 4000 كومنت حرب علي، او لا مش حرب على بعض، انه هاي الوصفه من وين، هاي الوصفه من شو. بس اغلبكم سالني قد ايه الرز كان فخم، هو رز تايجر البسمتي اكيد هي عم يطلع معاكم على الشاشه، متوفر بكل اسواق الاردنيه، وانا لما استخدموه عضمانتي فهو عضمانتي، يعني ولا عمري بجرب شيء هون او ببيتي ما يطلع كثير معاكم فخم. حلو. فخذوا ارز تايجر البسمتي ويعني رح يعجبكم جدا. وقبل ما نطلع فاصل، انت عم بتقلي البصلات باقي اخذنا منهم ورق الزبده اليوم، ورق الفويل باقي. برجع بذكركم انه باقي منتجات اردنيه وصلت لك للعالميه، بيصدروا لاكثر من 60 دوله اليوم. كل منتجاتك الديسبوزبل موجوده عندهم، من كاسات، من عفوا هيو اكياس نفايات، ورق الفويل، ورق النايلون، ورق الزبده كمان، هدول ورق الزبده تاعون الاير فراير عشان ما تتوسخ معك، اكياس شوي بالفرن عندكم اياه في الجلي. وين ما تروحي بتلاقي كلمة باقي، بس اسحبيها وخديها وانتي مطمنة، زاد انه السعر تبعها بناسبك كتير. نطلع فاصل صغير، بتكون عملتنا الدقوس ورح نعمل كيكة التمر بالبهارات بعد الفاصل. يعني نجد نرحب فيكم اليوم بطبخات والدة دينا هلسة على الهواء. مروة ما حكيتي مع والدتها؟ بترن؟ بترن على السريع. طيب ان شاء الله ترد، بتكون هلا عم تجيب شهم المدرسة. ما خلينا نحكي احنا وشهم وهي. شهم وهي. اوكي. على كل حال اليوم دينا هلسة عم تطبخ لكم المندي على طريقة والدتها. بدي اياكم تفوتوا على الحلقة تشيروها قد ما بتقدروا، اي كلمة حابين توصلوها لدينا او اي سؤال حابين، لانه هي خبيرة المندي. احنا حتى اسمها دينا مندي. دينا ملكة المندي لو سمحتي. والله ألفت، استني ألفت العدوان، ما شاء الله عليكي منورة. شف دينا لا والله وإبداع. لا والله وإبداع. إذا بتسوق يمكن ما بترد. معادل النمري بتقول لك مبدعة يا دينا، يسلم إيديكي من يوم ما طبختي بالمنسف الكركي وأنت مبدعة. شفتي كيف متذكرين يعني أنا شاطرة. أبو أسامة عم بيقول يعني يسعد مساكي وردة وياسمين يا صديقتنا دينا. أوه يا سلام عليكم. طب اسمعوا عشان يعرفوا إني أنا كثير شاطرة كمان، كمل الصوص. إحنا قلبنا هالبصلات مع زيت زيتون، وحطيت 6 بندورات برضه مقشرين ومقطعين وهيك، فقلبناهم شوي. رح أحط عليهم كمان فلفل أخضر حار، لانه هي زكاوتها تكون حاره يعني. صح صح. اوكي وايش كمان؟ استنوا شوي، حتى الدقوس من الورقه يا دينا. حتى الدقوس من الورقه يا دينا. استني شوي، ورقه دينا، مرق دجاج اكيد بدها تاخذ نكهه كثير طيبه. نرجع للمرجع تبعنا. أيوة. المرجع تبعنا والده دينا كتبيتها على الورقه. شكرا على ماما. الله، حطينا بصله مفرومه مقطعه كثير صغير مع زيت زيتون ودبلناهم شوي، بعدين حطينا 6 حبات بندوره. انت على فكره حطيتي البندوره الاكثر على المندي. لا لا على فكره، لا لا مركزة من هاي الناحية. وحطينا 6 حبات بندورة مقشرين ومفرومين. وحطينا حبة فلفل أخضر حار، ورح نحط ثومة. صح. ومكعب مرق جاج. حطينا ملح. نسيت الملح. هيل، استني ملح هيك، هيل وهيل وقرفة. هي هيل صارت عن جد بتشم زي ما قلت لها. قرفة وقرفة وفلفل احمر مبروش او مجروش. هي من كبتيله طبعا احنا بنستعمله. بشيلها. خلص مشولها مشولها. معلش ومن قلبك. لما فضيتوا لي اياها. امل عم بتقول منورين، بالبقى لها الشيف دينا ولا تسلم الايادي، ومريولها كثير حلو والله. لا شفتوا بعدين كيف مع الطنجره احمر باحمر. عبد الرحمن عم بقول لو سمحتي بدنا خبز البسكت وخبز البوري زي المطاعم ان شاء الله، بلكي بحلقه يوم الاثنين الجاي، بس هذا الطلب رح تعمله دينا. بلكي قصدهم عني صحيح، ما انا عارفه.
لا لا بمزح مو لهذا الوجه. لا لا هني قصدي لك. لا 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 بدنا البسكيت اللي بتقدم بالمطاعم عرفتي؟ اه عرفته طبعا. خلص اوكي. وبدنا كمان الخبز البوري. انتوا كمان يعني ما تزودوها بالطلبات. هون الصراحه بعطيه السؤال لإلي بس بتشك هلا كل شيء عم يتوجه لإلي. اه كله لإلي. عطاف عم بتقول عملتوا لنا اليوم اكشن دينا بتجنن حبايبي انتوا والله احنا حبايبي. الفكره دائما انه يعني شوفوا كل العالم في برامج طبخ صح وبكل العالم في شفات موهوبين بالطبخ يعني انا بحضر كثير ناس حتى شفات الاردن كثير بحبهم كثير بحضر افكارهم وصفاتهم حتى لو ما باخذ منها شيء حلو بس بحب اضل احضر طبعا ايه بس انا بدينا غير احنا غير والله احنا غير عن جد جد غير اسمعي انت لو تشوفي هلا انا اخذت الطريقه من ماما ومن خالتي بس حبيت انه احضر انه هيك اشوف اتنور الناس كيف بيعملوه بس لا حبيت طريقتنا احنا اكثر وحبيت انا وياكي اكثر كمان حبيت اي برنامج ثاني طيب هلا هيك تقريبا هم استووا يعني ما بدهم وقت كثير بنرجع بنعملهم بهاي عشان نخلطهم عشان يصير سائل اكثر شوي حطيتها الطنجره لا ما تخافي هاي ما ما بتجرى بس هي انا خايفه على الجاكيت مش على الطنجره اسمعي رح ازيد مي من هلا احسن عشان ما اوصف حالي او انه اصلا بحاول اهدى وما احكي مش قادره الطنجره يا دينا خلص ما تخفيش على الطنجره طيب عصيره الطناجر والكل شيء بستخدمه حتى اليوم جايبه صحن سلطه جديد شايفين ما احلى هدول كلهم من دريم هوم دريم هوم انا وياهم شركاء بكل التفاصيل لو ما قلت لكم من وين اي شغله ونسيت لازم تعرفوا انه هي من دريم هوم دريم هوم لهم ثلاث فروع حول المملكه في المدينه المنوره في طبرقوب وكمان في الزرقاء دائما عم يرقصوا مع كانك مش قادره تحكي مني بالضبط بس لازم لازم اعمل هيك يلا خلص خلص اه خلص خلصنا استني في تعليق من ميسا استني شوي وعد معلش بحب ترجع تشرحي لي ايش يعني تعليقك عشان اعرف اعلق عليه ارد عليه آه لانه ما عجبني الصراحه لا لا ما عجبني بالمره هي بس تبعت لي ايش قصدها عشان اعرف شو احكي طيب امان عم بتقول قلنا لك بالبقلك وانت حلوه عطاف عملت لنا اكشن ايش مروان بتقول حبيبتي دينا عن جد بالبقلك تكوني شيف متحمسه اشوف كيف رح يطلع المندي يا ملكه المندي شفتي ملكه المندي سريع اسمي من زمان ملكه المندي عشان تعرفوا هلا بطلبوا منك طبخات اقراها لا 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 شوي شوي اعطوني وقتي خلص انا خلصت هلا بنستنى هذا عشان نسكب كل شيء تفضلي الساحه لك معي 25 دقيقه عشان اعمل كيكه وسلطه عادي انت شاطره قدها قدها وقدود على كل حال الكيكه هلا بنرجع نقلب ادوار انا وياها بس اول شيء شوفوا هذا القالب اللي انا عامله فيه الكيكه اسمعي اول مره اجربه كثير حلو بجنن جنن صح رح تعمليها انت الكيكه انا رح انقلك بس كمان انا رح اعمل كيكه يعني ما تتحمسيش كثير بس رح تطلع زي هاي ما تقلقي اوكي تمام زي ما نقلنا من الورقه انا بنقلك واحنا قاعدين حلو اتفقنا ورح انا والله الصراحه من كثر ما هي حلوه القالب بجنن حاسه مو لازم ازينها بولا شيء بس ممكن بتحسي حرام بس لانه هي لازم دائما تقدمي معها كراميل بحس ممكن ازيد لها بس شويه كراميل بس هيك منظر لانه عن جد شكلها كثير حلو ما بدنا نحط لها شويه جوز على الوجه ناخذ مقاديرها وانا عم بزين فيها يلا لكيكة التمر بالبهارات رح نحتاج 4 بيضات، كوب سكر شعبان، معلقة كبيرة فانيلا، كوب زبدة، كوب تمر مقطع، كوب مي مغلية، 3 أكواب طحين، معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج سودا. كمان رح نحتاج نص كوب جوز مقطع، معلقة كبيرة قرفة، معلقة صغيرة هيل ونص معلقة جوز الطيب، أما للتزيين فرح نحتاج كراميل وجوز. يعني هالكيكة صراحة طالعة كثير بتجنن خصوصا لما زدت عليها الكراميل والجوز طلعت روعة الصراحة كمان. هو القالب يعني هلا القوالب اللي عم بجيبهم طلع وين القالب جابوا لي اياها الصبايا هي عندك القوالب اللي عم بجيبهم من دريم هوم هاي الفترة تفوز اول شيء حقهم كثير رخاص
هذا اول شيء لازم تعرفوه دائما. انت تعرف انه اول ما بلشت قوالب الجرانيت هذول بنسميهم كانوا ب 20 دينار اوكي، بعدين صاروا 18، بعدين صاروا ب 11. انا طبعا الحمد لله بلشت من ابو 20 يعني بحب اجيب الغالي بتتذكري ابو الغالي بعدين اكتشفت انه دريم هوم ببيعهم اقل من نص هدول الاسعار فتضايقت يعني طبعا بزعل الموضوع. انا كان مضحوك علي بزماناتي كثير قبل ما اتعرف على دريم هوم. فهدول القوالب شوفوا اشكالهم، انا جبت من عندهم شكل ورده معرج اللي شفتوا كيكه الليمون اللي عملتها هذاك اليوم، اسعارهم كثير منيحه وكثير مناسبه موجوده بكل فروعهم، ورح نعمل منهم كيكه بتجنن. بس احنا لانه رح نطلع فاصل ورح انا ودينا نكمل كل الوصفه، رح نحط بس شغلتين بدي اعملهم قدامكم قبل ما نطلع فاصل. التمر، لانه هاي الوصفه اذا لاحظتوا ما فيها لا لبن ولا حليب، حلو، هي بس بدنا ناخذ التمر. عندي هنا كوب من التمر قمت منه البذره وقطعته صغير تمام، ورح اضيف عليه كوب من المي المغليه اوكي. اقل شيء لازم نتركهم منقوعين مع بعض 10 دقائق، حلو، لانك بس تحطي التمر يا دينا على الكيكه. انا مضطر احكي لهم هاي المعلومات بس تحطي التمر، بس تحطوا التمر على الكيكه التمر بيدوب لانه عليه مي، والمي نفسها بدنا نستخدمها عشان يصير عندنا بدل مثلا حليب او لبن، حلو، فبدنا نحط كوب تمام هي كوب ونتركهم 10 دقائق. هون شو ضفت؟ ضفت كوب من سكر شعبان مع 4 بيضات مع فانيلا. بعد الفاصل بس رح نطبقها بطريقه كثير سهله. حلو، يلا فاصل. كنت معجبه بالقالب واضح يعني قد ايه معجبه فيها، حتى حطيت القالب زي هيك. اذا بدك خدي مياتك لكيكتك. هاي كيكتي على فكره، كيكتي كيكتي، مو شوفي اللي بيعملها بتكون كيكته اللي بقول بسرعه بدي المثل هاي علمناهم ابصر شو سبقونا على البواب سامعه انت بدك اليوم تضلك مرتاحه وبدك اعمل الكيكه، خلص صارت باسمي يعني صرت انا بدي اعملها، انا رح اتعب فيها. طب اوكي، كيك الدينا هلسي على طريقه امتياز، شوفي قد انا عندي سلام. هيك اوكي هيك اوكي هيك اوكي، كثير متصالحه مع نفسي كثير طيب شو رايك نبلش نعمل الكيكه؟ طيب بدنا نعمل الكيك، بس في شيء بقول لهم بدنا نحكيه. بدي احكي لك شغله اجتك عنك حلوه شوفي عشان تعرفي ان انا لطيفه، حتى الحلو بحكيه ما بخبي. هدول الناس اللي بقلبهم حلاوه دائما بيشوفوا الحلاوه بكل. المهم يسعد اوقاتكم فاطمه، عم بتقول يسعد اوقاتكم منورين حبيباتي، تحياتي للشيف امتياز، شكرا انك حكيتي عني، تحياتي وبعدين بنبلش. لدينا العسولي، حلو المريول الاحمر عليك يا دينا، تسلم ايديكي، روعه وصفه المندي، روعه، يعطيكي الف عافيه. شفتي قد ايه روعه، ان شاء الله تستوي. بس طيب عون عم بيقول لي ارجوكي احكي اسمي على الهواء، عون عم بيسالك تعيدي لنا وصفه المندي على طريقتك على السريع. حاضر، نعطي الحلقه مندي. مين الحلقه كلها مندي، بتعرفوا اليوم هيك عم بحاول اكل الجو. ولا شيء، جبنا هجاجات نظفناهم قطعناهم اكيد نقعناهم بملح وليمون وغسلناهم ونظفناهم وكل هاي الامور، بعدين رجعنا حطينا عليهم الورقه ضعنا ولا تضيع. لا الورقه شو بدنا نعمل؟ المهم جبنا على هالدجاجتين، حطينا معلقتين كركم، حطينا معلقه هيل، عصير ليمونه، ملح وفلفل اسود اكيد، حطينا كمان بهار المندي وزيت زيتون، خلطناهم وتركناهم، اتركوهم هيك لفتره على قد ما بتقدروا. نيجي للرز، جبنا 4 كاسات رز اكيد رز المندي، 4 حبات بندوره كمان قطعناهم وقشرناهم، فلفل اخضر حار كمان حبه واحده هيك برضه فرمناها وحطيناها، بصل صغيره مفرومه، سنتوم مهروس، كمان مغلف مرق دجاج، 4 معالق او معلقتين كبار ملح خلينا نقول، معلقه صغيره قرفه، وحطينا كمان زيت زيتون وحطينا بهار المندي، وبعدين خلطناهم وحطينا عليهم المي. المي عاده احنا كل كاسه بنحط عليها كاسه ونص مي تقريبا، هون بنخفف الكميه شوي، بنحط من هيك 5 وشوي عشان في عندنا بندوره عندنا بصل وعندنا ميه الدجاج، حطيناهم بالصينيه، حطينا الشبك فوقيها او بتقدروا تحطوا قصدير وورق زبده، بعدين بتخزقوه بتحطوا الدجاجات وبتسكروا عليهم، او زي الصينيه اللي انا استعملتها وبتغطوها هي كامله من فوق، وانا حطيت كمان ورق زبده. هلا على جروب خالاتي طبعا لا تحكي طيب اشو القراءه عندك ممتازه. ثاني شيء عم بنقولها مامتك ما عم بترد على التليفون، مره قلت لها مامتك ما عم بترد على التليفون، قلنا لها شكلك انت قايلت لها ما ترد. لا والله اصلا هلا ما بترد على الجروب، كل الجروب بيحكوا الا هي لا عم تحضر ولا عم من غير ما تحكي. هلا بنحكي عن الكيكه على السريع بس افتحي الجروب افتحي الجروب وهاتي شوفي بعتوا
وصفة دينا هلا ساعة طريقة والدتك. اي وصفة والدة دينا. بدهم يتصلوا فيكي جهزي حالك. اه والدتك اسمها نبيلة. اه بس يا نبيلة جهزي حالك على السريع، بدهم يتصلوا فيكي. نبيلة ما عم بترد لا على الجروب ولا على التليفون. عم يبعثوا لها دينا باللي ورقة الزبدة شوي عشان تسهل اللف تبعتها. ايه لا كثير بحكوا عنا كثير شطورين. انبسطت خالص. قال بحكوا حكت عنا انه احنا كثير كثير شطورات. يا خالتها ان شاء الله هلا بتسمعي. لا هم عن جد شطورات يعني مش مجامله. علق هاي ولا بلا؟ اي واحدة ذكريني. لا هي على شيء ثاني، هذا موضوع قبل شبكتي عليه انت. ايه طيب شاطره ونص كمان يا ماما. شفتي؟ شاطره ونص الوصفه شكلها بيشهي. اه اه برافو خذي تفضلي. خلص حكينا عن جروب العائلة بعد التجاوزات. اي فايز عم بيقول والله منوره دينا هلس بالمريول الاحمر بجنن عليكي. اه شكرا شكرا. اخلاص بتقول ما شاء الله بتجنن، ولازم اضل احكي لها عشان تشوف الفرق بيني وبينها. انا متسامحه ومتصالحه. على فكره انا دائما بحكي لك التعليقات الحلوه دائما ولا أنا لا؟ انا فكره بفوت اقرا لحالي. انتوا احكوا. نائلة عم بتقول ما شاء الله عنكم انتوا التنتين احلى شيف واحلى مذيعة. من عاشر القوم 40 يوما صار منهم التنتين مبدعات واميرات ويسلموا ايدين الوالده. اشتغل فكرك ام يمين. يلا. حبيبتي ام يمين والله احنا بنحبكم اكثر، والفكره انه احنا بنحبكم فعشان هيك احنا عنده على الطبيعه. يعني ما بنغير ولا شيء يعني لا انا ولا دينا ولا الفريق كلياتنا خلص. بس اسمعي لسه هون بتسلى اكثر من اطبخ الطبخه بالبيت يعني جاهز. هون تسلينا واحنا عم نعملها. طب اصير اجي عندك تعالي نصير نطبخ مع بعض نشرب قهوه بنتحدث. وهيدي بما اني بدي اعمل كيكه، شو عملتي طيب قبل؟ طيب خليني احكي لكم عن كيكه التمر على السريع اسكى. هلا رح اقطعها بس اشوف منظرها قد ايه حلو وبتجنن، بس بحكي لكم اياها على السريع. دينا هلا حطت 4 بيضات، كوب من سكر شعبان، معلقه فانيلا خفقناهم كثير منيحين. اوكي صح؟ صح. هون اخذنا كوب من التمر نقعناه بمي سخنه. بس انت ايش رح تحطي؟ بدنا نحط الزبده هلا. برافو. بنحط زبده او زيت كليهما بزبط، بس عشان تطلع تلفي وبتشهي حطوا زبده دايبه كوب. تمام تمام. بعدين رح ناخذ هدول يا دينا. اوكي التمرات نحطهم كمان، وصرنا اشي كمان نحط فيه اللي هو التمر اللي نقعناه بالمي. اه بدنا نحطه هون. اوكي تمام. تمرات مع الميات. صح خلينا نوقف لك هيك احسن لك عشان تديري هدول، لانه انا حطيتهم بالعيار. اوكي حطيت كوب مي مغليه على كوب تمر مقطع صغير. على فكره انا كثير بحب التمر هيك هو منقوع بيكون ريحته قويه بتجنن. اي طبعا هاي فيها بهارات الكيكه، مش كيكه التمر اللي احنا متعودين عليها، ضايفين لها بهارات قرفه جوز الطيب وضافين لها هيل كمان. حطي 3 اكواب مليانين من الطحين. اوكي عادي قبل ما مش وهي عم تخلط. عادي عادي لانه دائما بس تضيفوا الطحين لا تخلطوا كثير. بتعرفي لما تخلطي كثير ضيعتي الهواء اللي دخلتيه على البيض. صح عرفتي كيف؟ وانت عم بتضيفيهم انا بس بدي اقطع لهم وحده تشوفوها من احنا ما حطينا الجوز كمان، رح نضيف الجوز مع الطحين. حلو هي الثاني وهي تقريبا 3 اكواب. امل عم تقول ما احلاكم شف امتياز شف دينا. يا الله عيونكم الحلوين ما اسكاكم. 3 معالق. لا 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 كثرت. مش مشكله لو كثرتي ما رح يكون كثير لانه عندنا مي. رح نضيف جوز. الجوز تقريبا عندنا من نص كوب لكوب، احنا رح نضيف تقريبا كوب. اوكي حلو. وبكون مقطع صغير بس بيعطي طعمه كثير طيبه. بعدين تذكرتي البهار قلت لك لا تزيدي منه اللي هو هذا جوز الطيب. ايوه خليني اجيب لك معلقه. كيف وانا ادرس منيح. برافو. والله طول الفصل انا حفظتها. يعني اخذين الموضوع تقريبا 10 دقائق. لا شو 4 سنين 5 لو وصلت لهي المرحله. رح نحط جوز الطيب رشه خفيفه يا جماعه. احنا بدنا اياها تزيد من نكهه القرفه. القرفه كامله القرفه رح نحط كلها تقريبا معلقه، والهيل رح نحطه كامل. فتخيلوا التمر مع هيل مع قرفه مع رشه جوز الطيب والجوز، قد تتخيلي نكهه كثير زاكيه. عن جد عن جد من اسكى الكيكات انا بالنسبه لي رح تطلع بتشهي. ورح نضيف معلقه بيكنج باودر كبيره. اوكي ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. نخلطهم بعدين مع بعض خلطة كتير سريعة. وبدنا نجيب هون هاد بديل شايفينه الزيت نباتي بنكهة الزبدة. أحلى إشي من الكسيح، متوفر منه بالزيت ومتوفر منه بالزبدة زي ما قلت لكم وبالزيت النباتي طبعا. موجودين بهدول الثلاث نكهات في كل الأسواق الأردنية، سوبر ماركت هايبر ماركت. قالب الكيك حكيت لكم هذا اللي بجنن. اصحكم وديروا بالكم تحطوا رشة طحين فقط، بترشوا زيت او زبده جوا القالب. طب هاد كيف نسكره؟ مش عارفه. نزل لك اياها من هون. بس بدنا نخلطها يا دينا ونخلط. يلا تمام. تمام. وبعد هيك رح نلاقيها لونها صار على بني. بلش تبين البهارات وتعطي لون. بالضبط. رح تعمليها بالبيت وتعزميني ولا لا؟ اكيد طبعا، بس مش شرط بتيجي الصبح عشان نطبخ مع بعض. لا كمان طب مع الهواء طلعنا كل ما عملناه على الهواء وكمان اجي يعني. بدك تساعديني ولا
اجاكي تعليق حلو. ايش هو؟ رندا عم بتقول ما شاء الله عليك يا دندوني لابق لك الوقفه بالمطبخ. لابق لك يا رب تضل هون عطول. يا رب يعني تكتري من يا رب. قلت لها انا حاسه بالساعه اليوم، حاسه حالي معدله مستكه. صح شفتي عامله زي الحمايه او زي الام الايش الناقده. احنا خلصنا خلاص هلا. بس رح ارفع هاي، بدي ارفع لك اياها. اوكي بقول لها اليوم حاسه حالي مستته معدله مأمره. كيف بس وانا اريحك هيك بنص الاسبوع حبيبتي؟ والله انك حبيبتي، اشياء واشغال. عم بتقول لك رندا ما شاء الله عليكي يا دندوني لابق لك الوقفه بالمطبخ. يا رب الوقفه بالمطبخ ضل حطول. ولابق لك هالاحمر كثير بجنن عليك يا حبيبتي دندوني. بس انا قالت لي يعطيك العافيه انت. يعني يعطيك العافيه طبعا، دائما انت يعطيك العافيه. كيف يعني؟ انا طيب. اسمعي يعطيك العافيه على شغله واحده انك تحملتيني. لا بجوز من احلى الحلقات هدول بنعملهم، قد ايه بنضحك قد ايه كذا، بس اعتقد هدول من احلى الحلقات اللي نعملهم. وبرجع بحكي لكم انا ودينا وحياة الله في بيناتنا هيك توافق، ما بعرف من وين جاي. في كيمياء عن جد مش معقوله بيني وبينك. سرطان وجدي على السريع، قولوا لي بيلبقوا مع بعض. على فكره بابا جدي، بس يعني مو يعني بنتفق كثير على فكره انا وياه. بتعرف انه جد كثير صفات بيني وبين بابا زي بعض. جد؟ بلا. اوكي هي بتحبني لانه انا ووالدها بنفس الشهر. بنفس الشهر. وانمار. ليه هيك دائما بتحطي بالاخر؟ بس هو لانه باخر الشهر ف فكره. اوكي هو دلو. انا شهري اوكي مش جدي، هو دلو طلعت من القائمة عشان هيك. طيب بس اورجيكم الكيكه، رح ندخلها على حراره 180 لمده 45 دقيقه. نصيحتي دائما الفرن ما تحموه اكثر من 5 دقائق، الشبك بده يكون بالنص، واذا كان فرنك فيه مروحه خففي الحراره شوي صغيره عشان ما تنحرق الكيكه وما تطلع مستويه. حلو. من جوا تمام. رح ناخذ وصفه سلطه البومري، انا رح اعمل لكم اياها، رح نريح دينا خلاص. خلص بكفي تعبت اليوم، بعد الفاصل ما بلحق. خلص رامي قبل رامي الفاصل. رامي ركز معي هون، ركز عشان هاي القطعه هاي القطعه بالذات رح تكون لك يا رامي. يا سلام. خليني اخذ المقادير قبل الفاصل. طلعوا بسم الله ما شاء الله قد ايه طالعه حلوه هاي كيكه بهارات. طلعوا ما اجملها. لا لانه صراحه مستاهله، مش عادي منظرها قد ايه. هذا اللي انتم شايفينه، التمر والجوز وفيها البهارات، قلت لكم الهيل والقرفه وجوز الطيب. بتحدى اي حدا بيعمل كيكه تمر زاكي قد هاي. عن جد خذوا طريقتي وادعوا لي. هاي صارت لرامي لانه سمح لي ناخذ مقادير سلطه البوملي قبل ما نطلع فاصل. لسلطة البوملي رح نحتاج خس مقطع، فطر مقطع، علبة ذرة، رمان وبوملي. أما للصوص فرح نحتاج علبة زبادي، 3 معالق كبيرة مايونيز، ومعلقتين كبار خردل. كمان رح نحتاج ربع عصير ليمونة، ربع كوب زيت زيتون، وسنتوم، وملح من الكسيح. طيب اذا احنا رح نطلع فاصل نظبط امور المنديات، شوفوا كيف هيك بالنتائج النهائيه ونعمل سلطه البوملي، فخليكم معنا. إذن رجعنا لكم، ورجعت أنا لمكاني الطبيعي اللي أنا متعودة عليه، وهلأ الشيف ده بتعمل لكم سلطة البوملي عشان كمان أفرجيكم المندي بنتائجه النهائية. اسمعوا المندي وحياة الله طالع بجنن، يعني كل اللي حكيناكم ولما شفته هلأ لما حطته يتحملكم تاني. منظره وريحته طالع بجنن. طبعا أنا الدجاجات حطيت عليهم شو اسمه هذا؟ شو اسمه بالله هذا اللي تحت يمتياز بصح؟ منقوع. حطت منقوع الزعفران اللي بيعطي لون كمان هذا بتعرف. لا نسيت والله راح اسمه عن بالي، فدهنتهم شوي بالزعفران عشان يعطوا لون حلو. كل اللي صار بالحلقه اليوم وقفتش عليك، تعال. جد وقفت عليك. هاي الفحمات، اعملي لنا السلطه ستي. بس بحب اقول لك قبل ما اعمل السلطه كانت فقره تقلي اللوز بثلاث ارباع البرنامج اللي مرق قبل شوي. صح والله. طب شو كنا قاعدين بنعمل؟ انت شو كنتي تعملي؟ مش عارفه نسيتيني. ثلاث مرات ذكرتك. بس هيك مشغول بلعب بجروب العيله تبعنا. هو كل واحد بالبق له مكانه. صراحه بهاي معك.
مش قادرة أجادلك أبدا. طيب تعالوا نعمل السلطة على السريع لأنه دينا هلا بدها تطلع لكم. طلعي لي دينا. بس بدي أحط الفحمة شوي كمان. لا هو يعني لونه صار منيح بس بدي أحط الفحمة هي. خلص بخليها بنفس القصديرة أنا حاسة الموضوع أنا حاسة إني هون بحكي مع هيثم، هيثم بحكي مع سامي، البنات هون بحكوا أنا وياهم. والله ما حدا مركز مع حدا، كل واحد مع حاله. مش معقول هذا برنامج بيطلع على التلفزيون. صح أكيد لا، هيك حاسة إنه لا مزحة بالآخر رح يطلع. أنا الوحيدة العاقلة فيهم. فعشان هيك رح أقليلها اللوزات مش مشكلة. لو تعرفوا. أوكي طب أنا بس في فحمة رح أحط عليها زيت نباتي وأحطها بالهدول ورح أرجع أغطيهم هيك تغطية خفيفة. مروة ذكرينا المرة الجاية بس دينا هلسة تطبخ. بدي حلقتين بالضبط أقلها. جاهزة للدخنة يلا. طب حطيها فوق الهاي. ما هني رايحة أحطها. هي طبعا الدجاجات هلأ بس بتحمروا، قامت عنهم ورق الفويل بس بتحمروا على السريع سريع جدا جدا. من نعمل وصفة البوملي أو سلطة البوملي، هي أشهر وصفة شتوية بتلاقوها بكل المطاعم. بس أهم إشي فيها الصوص، إذا كان الصوص كتير زاكي كل الوصفة بتصير زاكية. أنا عشان أخفف من كمية المايونيز دائما بستخدمها بالسلطات بحط زبادي. الزبادي بياخذ نفس نكهة المايونيز. يا بيي عندي 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 تصوير يا دينا. انت لا اليوم ما خليت لك بصل على ريحة دخان، بس بدي انتقم منك بتعملي فيه باجم بتكتكي اموري وعامله شعري ما بتخلي بصل على توم على كل شيء بتطلع ريحة بتقلي. انا من غير قصد، انت بقصد. انا صراحة انتقاما. انت بقصد انا بغير. كنت صريحة معكم عشان تعرفوا انه انا نفسيتي احسن. عندي سلام. لا 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 تعرفوني انا يعني صار لي مش كل واحد بمكانه احسن. هو كل واحد مكانه احسن، هاي بوافق عليها مليون بالميه. بفضل اضل بمكاني كثير اريح لي يا جماعه. طلع مكاني اريح. امبارح قد ايه قعدتي تحضري فيها جد والله؟ هلا شوفي انا مش يعني هو الاكثر اخذ جهد مني هو التوتر. انا بدي كل شيء يطلع ظابط بعدين. أوكي. انا عملتها قبل يمكن 5 سنين اخر مره. اوكي بحب اقول لك يعني. لا من غير ما تقولي كان واضح. كان كثير واضح من الورقه الموجوده جنبي. بالله عليك يا دينا خذيها عشان تبروزيها بدك تتذكري. طبعا هاي ذكرى للابد. أيوه. أيوه. بتضل بحياتي. طيب نروح على الصوص. قبل ما نحكي عن مقادير السلطه، اول شيء الصوص حطينا زبادي عشان نخفف من المايونيز، بس تقدر تحطوا كل الكميه مايونيز. انا راح اخذ تقريبا 3-4 معالق من المايونيز الموجود عندي، راح اضيف عليهم معلقتين من الخردل. كثير الصوص سهل كثير يعني، والكميه اللي بتعملوها بالبيت راح تطلع ابرك واوفر بكثير من اي صحن سلطه بتاخذوه من اي سوبر من اي مطعم عفوا. حلو. راح نحط عليها عصير ليمون ماشي مكتر كتير، ومن نحط عليها سن نص سن توم يعني يدوب ذرة من التوم المهروس عشان نكهة الصوص، ورح نحط عليها زيت زيتون. من زيت زيتون تبعي؟ بقولهم حطوا لي زيت زيتون. دينا هلس اللي سرقنا منها احنا اي شيء. والله على حسابك على حسابك حبيبتي من ما بطلع. طبعا باليوم بالمية طبعا، خصوصا زيت الزيتون الكل بيعرف صار انه عنده مشاكل. انا بشوف تشوف المنديل. خلص بدي اطلعه يعني شايفيته تحمر اموره تمام. تمام صحه يا ليفون. طيب مره ثانيه احكي لكم شو عملنا. حطينا علبه زبادي، حطينا مايونيز، وحطينا فيها خردل ليمون، وحطينا معاها زيت زيتون وذره توم او بودرة توم او تقدر تستغنوا عنها، بس هي بتعطي نكهة هيك لذيذة. وراح بس نخلطهم هيك، الصوص بيكون عندي جاهز. حلو حطيه هون دينا. هي بعتي لا بس عشان ما تضلكم تشموا ريحة الهاد. الصوص هيك بيصير جاهز واموره 100%. هلا سلطة البوملي اساسها 4 مكونات، اهمها الخس، وفي ناس بخلطوا خس مع جرجير. شوفوا هي الصوص صار جاهز. الله يا سلام. الله يا سلام علي يا جماعه. لا لا كثير مرتب كثير صح حقيقي، مش عشان دينا هلسه عملته بس عشان كثير والدتك بتجنن هلا عن جد بتجنن. رح تعرفوا قد ايه طيبه. طبعا الخبره بتلعب دور. ولا شو احنا جايين هون امبارح؟ طبعا بدنا نقلم لك اياها بس عشان تحطي. هي خلينا نقلم لك اياها. جبت ملقط انا وسخن نار. هي عشان بس تنقلي الدجاجات، وهي اللوزات كمان قلت لك اياها. يا سلام عليك عن جد انك الدعم الاولى لإلي. ما سمناكي بالنحلتين. والله انك الدعم الاولى عشان تعرفي. طبعا هلا هلا مرينا على بندر حبيبه لانه هو بيعرف انه انا داعمه حقيقيه. داعمه 100%. مش زيه هو اجى امبارح بس هيك بتفلسف على كل شيء، مش عاجبه شيء. ليفون اعطوه مي صبايا. امورك تمام؟ احنا بنحكي على الهوا عادي. اظن احنا عم نبالغ براحتنا على الهوا صح؟ كثير. يا رب اليوم اضل موجوده انا.
طيب رح ناخذ بس لسلطه البوم اللي عم بتقدم فيها دينا. هلا حطينا كميه فيها البركه من الخس، حطينا فطر فريش بهاي الوصفه لازم. حطينا ذره، هدول مكونات الذره اختياري بس اغلب المطاعم بتحطه، بتقدروا تحطوه بتقدروا لا، بس خس رمان وفطر كتير مهمين كتير. حلو، انا بحب الرمان لنكتر شوي، وعندي هيك انا بس عشان الخس يبين يكون اموره تمام، هيك تاخذ شكل حلو. هذا الصحن الحلو كمان قلت لكم برضه جايبيته من دريم هوم، وعندي انا هينا خلصنا بسرعه يا دينا. جاهزين يعني رام لازم في شيء نسيته لازم احكي لهم اياه، والصوص بنقدر نحطه بصحن جنب، انا رح احطه بصحن جنب الصراحه، وكل واحد ياخذ الكميه اللي بده اياها. بتقدروا تحطوا، انا ناخذ كميه شوي نحطها هي، بس بقيه الكميه بفضل انكم تحطوها جنب لانه صوصها ثقيل، فكل واحد يحط الكميه اللي بتناسبه على الصحن السلطه تبعه. تمام تمام التمام. واحكي لهم شوي عن المندي قبل ما احكي لهم انا ليش كان بدي اياهم، نخلص خمس دقائق قبل. اوكي، هي احنا المندي هيك صار جاهز، زي ما قلنا لكم حطينا عليه هيك دهناه بزعفران، رجعت حمرته مره ثانيه عشان تاخذ هذا اللون الحلو. هو اصلا من البهارات اللي احنا بهرنا اياها ما اخذ لون حلو اصلا، صح يعني صح صح، فبس هيك زياده لون، وحطينا اكيد عليه لوز او اي شيء انتم بتحبوه. هيك صار جاهز، وكمان الصوص اللي عملناه او الدقوس السخن كمان صار جاهز. انا رح اخليه بنفس الصينيه، اتفقنا هيك؟ لأنه صراحة شكله حلو مرتب، مظبوط حقيقي طالع شكله مرتب، كل اموره تمام وما بحتاج ننقله على صينيه ثانيه، وبضل منظر الرز في الصينيه هيك ارتب ما تنقله على شيء ثاني. طيب انا رح اخذ كمان صحن السلطه، يعني الحمد لله الحمد لله. لا 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 الحمد لله عادي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهي الدقوس كمان هون هيك سفرتنا بتصير جاهزه، بس انا كنت بدي اياهم نخلص قبل بخمس دقائق لانه بدي اتصور انا والفريق كم من صوره. بس بدي استغل اخر كم من لحظه بهاي الحلقه واتشكر كل حدا من جوات قلبي. بجوز انتم بتعرفوا انا انسان كثير بحب اتشكر الناس طبعا دائما، لانه من لا يشكر يعني الناس لا يشكر الله. صح، اليوم صرت مليون على انستغرام، بتعرفوا انا عندي مليونين الحمد لله وشوي على فيسبوك، ومليون على تيك توك. بس هدول المليون حقيقي اجوا من جهد من تعب. صح، بتعب كثير على ايش بصور ايش بطلع بافكار وصفات، كثير بحب انه عائلتي على انستغرام بالذات وفيسبوك بيعتبروني من عيلتهم. صح، يعني بصحى الصبح على كم مسجات بتجنن، والله العظيم بنحبك بنحب وصفاتك بنحب طريقتك، ما في احلى من هذا الشعور صراحه. موجود الجهتين طبعا، بس بحس حالي دائما وحده من العيله، حتى لما حدا ينتقدني شيء هيك انتقاد مرتب يعني بكلام مرتب بحس كانه والدتي اختي طبعاً اخوي اللي عم يبعث لي. فبدي اشكركم من قلبي، هذا المليون اجى من غير ما ادفع ولا شيء، من غير ما اضطر احط فريق تصوير كثير مهم. صح، عشان اطلع بوصفات مفزلكه ومرتبه وبجنن، بالعكس وصفه بيتي بصورها بنزلها وبتشوفوا يومنا الطبيعي اللي بمرق فيه انا. صح، ويعني خلينا نقول ملاقي هون والفريق والتفاصيل مع عائلتي. فبدي اشكركم مليون شكر من قلبي لانه كثير عز علي الصبح لما صحيت، يعني خلص انه انا مليون اكيد شعوري كثير حلو. انا بدي احكي لك مبروك، بس بدي احكي لك انه انت جد بتستاهلي هذا الشيء، لانه جد فعليا مش حكي مجاملات ولا حكي تلفزيون، انت انسان عن جد مجتهد حبيبتي. بتحبي الشيء اللي بتعمليه وبتشتغلي على حالك، وهي مستعده ما تنام شهر بس تنجز الشيء اللي هي بدها تنجزه عن جد. فانت فعليا بتستاهلي اكثر من هيك، وان شاء الله بوصلوا مليونين وثلاثه. يا رب والله يوفقك يا رب حبيبتي. واليوم بدعتي انت بالوصفات، اسمع عن جد المندي حقيقي بجنن. شكرا يا مامتها انك ما رديتي علينا. ما ردت، يلا المرات الجاي باخذ لكم منها وصفه جاي وبتكوني مجهزه حالي عشان ترد. احنا نجيبها هي تطبخ مش اسهل؟ برضه بصير. أوكي، بس ماما كثير بتستحي مش زيي. جد؟ لا هي قصه ثانيه بنحكيها بالحلقه الجايه 100%. اذا اكيد بدي اشكرك يا شفا على كل هالوصفات الحلوه، بدي اشكر كل اللي تابعونا اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقه وتسليتوا معنا اليوم زي ما احنا تسلينا. احنا كثير بنحبكم، نشوفكم ان شاء الله بحلقات جاي دائما على شاشه عمان تي في. باي باي.